احتفال باعتماد الكلية وأيضا باستقبال الطلاب الجدد. وفي البداية بتقدم خالص شكري وتقديري لمعالي الوزير الدكتور أيمن عبد المنعم على دعمه الكامل والمستمر ومشاركته الفعالة كما اتضح في العديد من الصور في العديد من الندوات والمؤتمرات التي أسراها وجود معاليه دكتور هذه الندوات. وهذا ليس بجديدا على معالي المحافظ، فهو نموذجا يحتذي به في الإدارة، فقد استطاع بحق أن يؤلف ويجمع كافة الإدارات المحافظة تحت راية واحدة، وأن يدعمها أيضا بتوقها أيضا الدعم مع القوات المسلحة والشرطة الباسلة، فهو بحق استطاع أن يجمع المحافظة كلها على قلب رجل واحد. وقد انعكس ذلك في كافة الأنشطة وكافة القطاعات وكافة نواحي الاستثمار التي تشهدها المحافظة يوما بعد يوم. أبناء الجامعة الذي تولى مسيرة التطوير في جامعة سوهاج ولم يبادرها منذ حصوله على الدكتوراه حتى الوقت الحالي، شارك الجامعة في كل الخطط الاستراتيجية، خطط التنمية، خطط التطوير، خطط التعليم، وامتد أيضا خارج المجتمع كممثل للجامعة في المحافظة كمستشار علميا، واستطاع أن يجمع ما بين الإدارة داخل الجامعة وخارج الجامعة وربط الجامعة بالمجتمع الخارجي. وقد عمل معالي الوزير على الاستفادة من ذلك في عملية الربط والدمج من خلال سفير الجامعة الدكتور أحمد عزيز. والتالي الدكتور أحمد عزيز يأتي للجامعة وهو يعرف كافة الأمور عن الجامعة ولديه الكثير من كفات التطوير، وإن شاء الله سوف تشهد الجامعة صحوة قدمه من دعم فني ومادي طوال فترته لرئاسة الجامعة لكلية الآداب. شكر أيضا دكتور أنيس شيحة والدكتور صفا محمود على تقديمهم أيضا كافة أنواع الدعم خلال توليهم.